اوكي شباب، احنا خلينا نبلش المحاضرة. شايفين السكرين عندكم صح؟ دكتور دكتور شايفين؟ واضح ها؟ اه. اوكي، الان مثل ما حكينا المرة اللي فاتت بالمحاضرة السابقة، احنا راح نبلش بجزء الانتنز، بعدين نكمل على جزء البروبوغيشن، راديو ويف بروبوغيشن. اوكي، طبعا مثل ما بتعرفوا شباب، يعني الهوائيات ما فيش كوميونيكيشن سيستم الا يكون في هوائي، مستخدم هوائي، سواء كان للارسال او للاستقبال. فالانتنة is a very important part in any communication system. يعني cannot be communication without an antenna. ضروري جدا، يعني ما في جهاز الا يكون يحوي نوع معين من انتنه حسب الابلكيشن. طبعا انواع الانتنه كثيره جدا للبث الاذاعي والتلفزيوني، مثلا لاستقبال الاشاره من الساتلايت تي في، اذا بدك مثلا كوميونيكيشن لينك مايكروويف من محطه لمحطه. الان بعصر الموبايل كوميونيكيشن والبيرسونال كوميونيكيشن، عندنا التليفونات والأنتنة اللي جواتهم تأخذ أشكال عديدة جدا وتشتغل على ترددات مختلفة. البيس ستيشن اللي هي التور، البرج الاتصالات، هذا كمان بيحوي أشكال مختلفة من الأنتنز. فبتشوفوها حوالاكم إفريوير، هاي الأنتنة حقيقة داخل البيت، الراوتر اللي بتستخدمه للنت. أوكي، التلفزيونات اللي قدام شباب، السلاك اللي بيجمعها الهوائي، السلكين، الراديو القديم، الساعات بجوز يعني هذا بيستخدمه كثير، المسجلات والراديو القديمة، حل محل شغلات ثانية حقيقة تشتغل مثلهن. السيارات مثلا، الآن في كليات كل سيارة عليها هوائي، سواء واضح مبين أمامك أو أحيانا بيكون مخفي. فإن جنرال عندما يكون هناك كوميونيكيشن سيستم، معناته في عندنا أنتنة، سواء بنحكي بالكوميونيكيشن، سواء بالترانسميشن أو بالريسبشن، ضروري جدا. أوكي، فوظيفة الأنتنة إن جنرال اللي هي ترسل وتستقبل الإشارات بشكل فعال، ترانسميت أند ريسيف إلكتروماغنتيك ويفز إفيشنتلي. العبارة الرئيسية أو الجملة الكلمة الرئيسية إفيشنتلي. أوكي، ومن هون بيجي بتصميم الهوائيات، انك تصممها بشكل تكون كفؤه، كفاءه عاليه. ان جنرال انواع الانتنز ممكن نصنفهم حسب كيف بنصنعهم، من ايش شكلهم يعني، او حسب الابلكيشن. فاذا بدك بتصنعوا من ايش وشكلهم، ممكن نصنفهم لثلاث انواع رئيسيه: واير انتنز، او ابيرتشر انتنز، او ريفلكتر انتنز. وحاكي لكم هون شباب examples عليهم: دايبول أنتنة، مونوبول أنتنة اللي بيكون على الدايبول، مثل الشباب اللي بيكون على التلفزيونات اللي قدام مش الشاشات يعني. المونوبول مثل التليفون، بعض التليفونات القديمة يا شباب اللي كان يطلع منها سلك هيك، أو السيارات. هيليكس أنتنة نفس الشيء، لوب أنتنة موجودات كمان للتلفزيونات وغيرها، وتطبيقات عليها. اوكي، الابيرتشر، ابيرتشر بالعربي تعني فتحه يا شباب، اوبننج يعني الراديشن، الاشعاع بيطلع من فتحه مثل الويف جايد، الويف جايد اوبننج، فتحه الويف جايد، او الهورن انتنا. اوكي، تطبيقات عليها كمان بالسبيس كرافت، بالاير كرافت، اند سو اون. ريفلكتر انتنا مثل الدش تبع الساتلايت. اوكي، في اشكال عديده طبعا، بارابوليك ريفلكتر او كورنر ريفلكتر. اوكي، الى تطبيقات كثيره. طبعا هاي الانواع يعني كيف يصنع وكيف شكله، بس في انواع اخرى حقيقه، في تصنيفات اخرى. لينز مثلا بالترددات العاليه جدا ممكن نستخدم مثل عدسات يا شباب عشان تجمع الاشارات. اوكي، انواع كثيره طبعا من العدسات، مقعرة محدبة من جهة، محدب مقعرة من الجهتين، محدب من الجهتين، and so on. كمان أنتنة كثير مستخدمة بالإنتجريت السيركت داخل الموبايل تليفونز
والبرينت سيركت بورد اللي المايك ستريب انتنا اوكي، بتاخذ اشكال عديده طبعا، شكل مستطيل سير او سيركولر او ريكتانجولر وان شيب طبعا حسب التردد اللي بتشتغل عليه، بتشتغل على تردد واحد ولا اكثر من تردد، وهي بعض التطبيقات عليها. طبعا بالعادي اذا انتنا واحده ما كفت كيش الابلكيشن تبعك بتستخدم انتنا اري يعني مصفوفة من الهوات أكثر من إليمنت يعني بشكل معين بجيومتري معين بالسبيس، وبتغذيهم هذول بطريقة معينة عشان يطلعوا لك الراديشن يكون مناسب للأبليكيشن تبعك، مثل شبكات التلفزيون الشباب القديم اللي كان حط على الدار هاي بسموها ياجي أود أنتنة. أوكي طبعا أنواع كثيرة جدا من الأنتنة الريز، تطبيقاتهم موجودات الآن على أماكن مختلفة من العالم، للتطبيقات مختلفة مثلا استكشاف الفضاء أو لاستخدام الرادارات، التطبيقات العسكرية and so on. أوكي هاي الصورة يا شباب تفرجيكم بعض الكومن أنتنز اللي ممكن نشوفهم، يعني هاي مثلا الأول اللي هو التو واير أنتن، هذا الرابت إيرز الأذان الأرنب أو اللوب. أوكي هاي شبكة التلفزيون القديمة اللي كنا نشوفها يا شباب نستخدمها زمان اللي هي الياجي أودا. أوكي أنتن أري طبعا كانت تعتبر كأري لأن مستخدمين أكثر من إليمنت فيها، هذول سلاك، هذول بسموهم الدايركترز بيجمعوا الإشعاع اللي جاي بالاتجاه هذا، وفي عندنا دايبول هون احنا مغذينه بالتقط الإشارة، وراه في عندنا ريفلكترز بيعكسوا الإشارة كمان مرة باتجاه الدايبول عشان يتحسن الريسبشن. هذول واير انتنز، هاي ريفلكتر انتن مثل ما انتم شايفين شباب عندنا الدش سواء الصغير او الكبير نفس المبدا العمل اوكي حسب التطبيق طبعا اوكي، وعندنا اللاقط اللي بنحطه بالبؤره بالفوكس بوينت، فبتيجي الاشاره من بعيد بتسقط على سطح الريفلكتر اللي هو بالعاده بيكون قطع مكافئ مثلا بارابولا، فبتجمع كل السيجنال كل الإشارات بتتجمع بالبؤرة بالفوكس بوينت بكون حاطين فيها اللاقط، واللاقط هذا بننزل الإشارة على الريسيفر تاع التلفزيون باستخدام كوأكسيال كيبل. اوكي هذا كمان مونوبول أنتنة اوكي، استخدموه مثلا اذا شفتوه شباب كثير مثل هيك بحطوا بالراوترات اللي عشان يغطوا منطقة بالكوميونيكيشن أو للنتورك وايرلس نتورك، أنواع مختلفة مونوبول سموها. طبعاً رحين نعرف شو معنات مونوبول ودايبول. هون كمان شباب مثل هيليكال أنتن، هذا واير ملفوف على شكل هيليكس حلزون أوكي، وهذا الوايرز الورانيات بيشتغلوا كريفلكتر عشان يحسنوا الريسبشن. هاي كمان بتشوفوها شباب مثل هيك أنت على البيس ستيشنز اوكي بالبيس ستيشن تبعت الموبايل كوميونيكيشن، هاي تاور للمايكرويف لينك لما بدك تنقل بوينت تو بوينت لاين اوف سايت طبعا اوكي بالترددات العاليه طبعا بالجيجا هيرتز. هاي انتنا موجوده على ظهر سياره يا شباب اوكي، بتكون طبعا مغطيه بقطعه بلاستيكيه للحمايه من العوامل الجويه وان سو اون اوكي، اذا انا انتنا بالسيارات الحديثه موجوده يعني طبعا اوكي. هاي بيس ستيشن استخدمه بالموبايل كوميونيكيشن اوكي، هاي شباب كل هاي عباره عن اريه مثل ما انتم شايفينها مصفوفه وموزعات مثل ما انتم شايفين على شكل مثلث عشان يعمل تغطيه للجهات المختلفه اوكي، سيكتورز يعني كل سيكتور بيغطي 120 درجه حوالاه، ف3 سيكتورز 120 120 120 بيغطوا دائره كامله بحيث انه كل اليوزرز يصلهم كفرج من البيس ستيشن. هاي الصورة بتفرجيكم الريح مصفوفة من مايكروستريب أنتنز، الريح of مايكروستريب أنتنز مغذيات طبعا، هاي هذول يا شباب السمول باتشز هذول، هاي عبارة عن مايكروستريب أنتنة مايكروستريب أنتنة مايكروستريب أنتنة، وهذول الشباب الخطوط هاي اللي بشوفوها هاي عبارة عن الفيدينج لاينز ترانسميشن لاينز من نوع مايكروستريب ترانسميشن لاين اوكي، بغذن هذول الانتنز طبعا الى حسابات الى تصميم والى اوبتمايزيشن خاص فيها عشان يطلع بهالشكل هذا، بتكون اداء الانتنه افضل ما يمكن عند التردد اللي بدنا اياه اوكي.
هنا الفيدينج بوينت الرئيسية اللي بنشبك من خلالها السورس عشان يغذيها الأري هاي كلياتها. فالراديشن بيطلع منها وحنا بنتحكم بالراديشن يا شباب وين يكون اتجاهه وقديش قيمته عن طريق تحكمنا بالكرنت اللي بيغذي كل أنتنة، وكمان ممكن نتحكم بالفيز اللي بيغذي كل أنتنة، وكمان ممكن نتحكم بالمسافات بين الأنتنز. فهذول 3 parameters اللي هو الامبليتيود اوف ذا كرنت والفيز تبعته والسيبريشن بتوين ذا انتنز يعني الجيومتري، هذول 3 parameters بيسمحوا لنا نتحكم بالراديشن اللي طالع من الانتنة الريه بشكل اللي بيناسبنا حسب الابليكيشن. اوكي، فهي جنرال اوفر فيو اوف انتنا تايبس اند ريال انتنز ان لايف يعني. اوكي ماشي، قبل ما نبلش بالماث تبع الانتنة ونشوف كيف الراديشن بيطلع من الانتنة. اوكي، طبعا الانتنة ليش استخدم؟ قلنا لكم يا شباب وظيفة الانتنة ترانسميت سيجنال اوكي بشكل انجايدد. يعني شفتوا يا شباب بالايماج 2 حكينا هناك يا شباب عن البلين ويفز وانتشارها، وحكينا عن الترانسميشن لاينز وحكينا عن الويف جايدز. الترانسميشن لاين والويف جايدز هما عبارة عن طريقة لنقل الانيرجي، طبعا الالكتريك انيرجي from point to point guided. اوكي، فاحنا بنكون متحكمين بالضبط من البداية للنهاية وين تنتقل الانيرجي، فبسموها guided wave propagation. اذا طبعا ما فيش ترانسميشن لاين استخدمت انتنة مثل هيك، اوكي طبعا عندك جنريتر سورس وترانسميتر، هاي الانتنة الشيب تبعها جنرال يعني حاطين مثل دايبول احنا، بس بالشرط يكون دايبول، ممكن يكون اني انتنة بتبث هاي الاشارة بجميع الاتجاهات حقيقة. وجزء من هاي السيجنال بيصل عند الريسيفر ريسيفينج انتنة، وبتصل عند الريسيفر بيعالجها الريسيفر، وبتصل عند اللود. اللود ممكن يكون سبيكر، ممكن يكون كمبيوتر، ممكن يكون واتفر. اوكي، فهذا بسموه unguided wave propagation unguided، لأنه الآن الإشارة اللي بتطلع من الترانسميتنج أنتنة حقيقة مش محصورة بس إنها تنتقل من للريسيفر فقط. أوكي، ممكن تنتشر بالفراغ كامل. طبعا هذا يعتمد حقيقة على شكل الراديشن اللي طالع من الترانسميتنج أنتنة، بس إن جنرال ما عندناش قدرة نتحكم بشكل بالراديشن بعد ما يغادر الأنتنة هاي. بعد ما يغادر الترانسميتنج أنتنة الراديشن بنتشر بالفراغ. اوكي، وهذا بسموه unguided wave propagation. اجين يا شباب امثل عليه مثل البرودكاست اللي هو البث الاذاعي والتلفزيوني، اوكي الرادارات، الوايرلس كوميونيكيشنز، حطات البيس ستيشنز اند سو اون. اوكي، فاحنا راح ندرس الجزء هذا حقيقه. اوكي، نشوف كيف الانتنة سواء كانت ترانسميتنج او ريسيفينج. على فكره يا شباب بالبدايه يعني عمل الانتنة از ذا سيم، كما تفعل بالترانسميتنج الانتنة اذا كانت نفسها نفس الشيء، الكاركترستيك تبعتها بالترانسميتنج هي نفسها بالريسيفينج. اوكي، شو تعريف الانتنة؟ يعني لو بدنا نعرف نحط ديفينيشن للانتنة، الانتنة از ا ديفايس. اوكي، بالعاده بتكون من ميتال، بس احيانا بتكون مصنوعه بتكون من دايلكتريك لينز يعني. اوكي، is a device which radiates and or receives electromagnetic waves efficiently. اوكي، اذا هي عباره عن اداه تستخدم لبث واستقبال الاشارات الكهرومغناطيسيه بشكل فعال كفاءه. اوكي، اذا اي سلك حقيقه اي قطعه معدنيه ممكن تشتغل كأنتنة، بس الفرق بين أنتنة وأنتنة من ناحية إيش؟ الكفاءة. لذلك لما بتجدك تصمم أنتنة بدك تكون حذر تصممها عشان تكون الكفاءة تبعتها عالية، يعني كل الباور اللي بتغذيها تنبث. إحنا بالشكل هذا نرجع ليه، هاي في عندنا جنريتر يمثل السورس أو الترانسميتر. أوكي أوكي، هذا عبارة عن ترانسميشن لاين بين السورس بين الأنتنة بغذيها، ممكن يكون كوأكسيل كيبل، ممكن يكون ويف جايد، ممكن يكون مايكروستريب لاين، واتفر. إذا بننقل الإشارة على شكل فولتج وكرنت من خلال الترانسميشن لاين أو الويف جايد للأنتنة. الآن الأنتنة هاي وظيفتها شباب إنها تحول هالفولتج والكرنت
الالكترومغنتيك راديشن، الكتريك فيلد وماغنتيك فيلد بيطلعوا من هاي الانتنة وبصير يعملوا بروبوجيشن بالسبيس اللي حول الانتنة. اوكي بنتشروا بسرعة الضوء طبعا حسب الوسط اللي حاطينه فيه. اذا فري سبيس سرعة الضوء اللي هي معروفة 3×10^8. اوكي فاحنا الان شباب راحين نركز كيف نطلع الالكتريك فيلد والماغنتيك فيلد، يعني الراديشن من هالانتنة. شو علاقة الالكتريك فيلد والماغنتيك فيلد مع الكرنت والفولتج اللي بغضوا هاي الانتنة؟ فالسورس هذا بيكون بطلع لك 100 واط مثلا، وبدنا هاي ال 100 واط هاي كلها يا شباب الانتنة تبثها. اوكي فاذا كانت كفاءة الانتنة واطية ما راح تبث ال 100 واط، راح تبث بجوز 80 واط 50 واط حسب الافشنسي تبعتها. لذلك very important efficiently شباب. اذا a device that transmits and or receives electromagnetic waves efficiently. طبعا في انتنز تستخدم بس للارسال، وفي انتنز بس تستخدم للاستقبال، وفي احيانا سيستم بكون الانتنة نفسها تستخدم للارسال والاستقبال مثل الرادار. يعني الرادار شباب بيرسله بيستقبل. اوكي في مثلا اجهزه مثلا محطه البث الاذاعي والتلفزيوني الانتنة تبعتها بس ترسل، والراديوات والاجهزه الاستقبال بس بتستقبل. اوكي الرادار لا، مثلا الرادار الان بيرسل وبيستقبل. اوكي مثل ما حكينا لكم قبل شوي شباب ميجر كلاس اوف انتنز، يعني كيف مصنعين وشكلهم هذول. يقسم الانتنز لثلاث انواع رئيسيه: واير انتنز، ابيرتشر انتنز، وريفلكتر انتنز. اوكي حكينا عنهم قبل شوي، بس حقيقه تصنيفاتهم اكثر من هيك الان حسب الاستخدام ممكن منيش مصنعين وشكلهم وين منلاقيهم ممكن التصنيفات تكون اكثر، مثل ما حكينا قبل شوي بالتيبل السابقه هاي يعني مور جنرال هاي التيبل حقيقه. اوكي هم الثلاث انواع الرئيسيه موجودات هنا تقسيمات الرئيسيه، بس ممكن نضيف عليهم الثلاث انواع هذول حقيقه. يعني اللينز انتنا ممكن نضيفها للابيرتشر انتنا، هي يعني جزء تعتبر من الابيرتشر انتنا. المايكروستريب انتنا كمان يمكن اعتبارها اللينز انتنا للريفلكتر انتنا بتجمع يعني. اوكي المايكروستريب انتنا ممكن يعتبرها في سب كاتيجوري من الابيرتشر انتنا. اوكي بس للتوضيح حقيقه خلينا نمشي مع هذا التقسيم. اوكي واير انتنز، ابيرتشر انتنا، ريفلكتر، لينز، مايكروستريب انتنز. الري انتنز يعني ممكن نعتبرها حقيقه عباره عن مصفوفه من هوائيات، ممكن يكون داخل لها اي نوع من الانتنز السابقات يعني. اوكي اوكي ممكن تكون جوات واير انتنا، ممكن يكون دايبول، ممكن مايكروستريب اند سو اون. اوكي اوكي الشغلات الرئيسيه اللي بنهتم فيها بالانتنة، الكاركترستيك تبعت الانتنة، يعني لما بدنا نستخدمها بتطبيق معين. اوكي لازم نفحص الامور التاليه عشان نشوف انه هاي الانتنة مناسب ولا لا. اوكي طبعا راح نمر عليهم يا شباب، بس احنا بنذكرهم الان ذكر جست مثل مقدمه. انتنة امبيدنس، الان الامبيدنس الانتنة يا شباب لها امبيدنس مثل اي سيستم. اوكي مثل كان سيركت يعني. اوكي لها امبيدنس بالعاده بتكون كومبلكس امبيدنس، يعني لها ريال بارت وايماجينري بارت. فانت بدك تكون حذر لما بدك تغذيها بترانسميشن لاين، واذا كانت الامبيدنس تبعت الانتنه مش متوائمه يعني مس ماش للترانسميشن لاين كاركترستيك امبيدنس. بتعرفوا شباب من الايماك 2 من شابتر للترانسميشن لاين، لما يكون في عندنا مس ماتش بين الترانسميشن لاين بين اللود اللي اللود تبعتنا اللي هي الانتنه يعني اللي بتغذي اللي بتستقبل الباور من الترانسميشن لاين، لما يكون بيناتهم مس ماتش there will be reflected power، فجزء من الباور ما راح تصل عند الانتنه will be reflected back. اوكي فقبل ما تركب الانتنه على الترانسميشن لاين لازم تعمل ماتشنج. اوكي امبيدنس ماتشنج مثل ما تعلمنا بالايماك 2 كمان. اوكي عشان تخلي الريفلكشن كوفيشنت صفر عشان تعمل ماكسيمم باور ترانسفير. اوكي اذا لازم تعرف الانتنه امبيدنس قديش هي،
واذا ما كانت ماشت للترانسميشن لاين او الويف جايد تعمل بيناتهم امبيدنس ماتشنج. اوكي راديتد باور قديش كميه الباور اللي بتبثها هاي الانتنه. اوكي ضروري جدا تكون عندك معرفه كيف تحسبها عشان تعرف قديش المسافه اللي بتقدر تغطيها للريسيفنج انتنه طبعا. اوكي لانه الان الباور تتناسب عكسيا مع مربع المسافه عن الترانسميتر. اوكي الريسيفر لازم يستقبل كميه معينه من الباور، اقل من هيك يصير يفسرها كانها نويز. ضروري جدا تعرف قديش الراديتد باور عشان تقدر تحسب المسافه بين الترانسميتر او الريسيفر. Another important characteristic للدايركتيفيتي قدرة الأنتنة على تركيز الراديشن تبعها باتجاه معين. اوكي ماشي، فإذا كانت الدايركتيفيتي للأنتنة عالية اوكي بتكون قدرتها على تركيز الإشعاع in certain direction or directions بتكون عالية كمان. اوكي طبعا هذا مربوط مع الراديشن باتر اللي هو نمط الإشعاع اللي بيطلع من هاي الأنتنة. في بعض الأنتنز بتبث في جميع الاتجاهات، بسموها نون دايركتيف أنتنز أو بسموها آيزوتروبيك أنتنز. أوكي في أنتنز بتكون بتبث باتجاه أكثر من اتجاه آخر بسموها دايركتيف أنتنز. أوكي مثل الدايبول، مثل الهورن أنتنة. أوكي راح نشوف الإفشنسي، الكفاءة تبعت الأنتنة. وطبعا الإفشنسي بين قوسين مربوطة مع اللوسز اللي بترافق عملية التغذية للأنتنة والراديشن. أوكي فالترانسميشن لاين أو الويف جايد المستخدمة عشان ينقل الباور من السورس للأنتنة بالعادة بيكون لوسي ترانسميشن لاين، جزء من الباور بتضيع فيه. كمان جزء من الباور مثل ما قلنا لكم يا شباب بتضيع داخل جسم الأنتنة نفسها، لأن الأنتنة بالعادة بتكون مصنوعة من كوندكتر، وهذا الكوندكتر مش بيرفكت كوندكتر، فجزء منه بروح وراح يضيع على شكل اوميك لوسز طبعا اوميك هيت. اوكي واذا في ريفلكشن كمان ممكن هذا نعتبره لوسز، وما تبقى من هالعمليه كلياتها بيعمل راديشن. اوكي فراح نشوف يا شباب الافشنسي سيمبلي تقاس كميه الراديتد باور على الانبوت باور، كميه الراديتد باور على الانبوت باور. فكل ما كانت الراديتد باور قريبه من الانبوت باور بتكون الافشنسي تبعت الانتنة عاليه. اوكي طبعا احنا بدنا هيك حقيقه، يعني يجب ان تكون الافشنسي تبعت الانتنة عاليه. مصطلحات الشباب الكترومغناطيك انترفيرنس. اوكي الكترومغناطيك انترفيرنس تداخل كهرومغناطيسي، انه بتكون انت يعني الان تشتغل على سيجنال معين على تردد معين بصير عليها تشويش. اوكي تتداخل معك اشاره ثانيه على نفس التردد. اوكي فبصير عندك مثل التشويش بسموه انترفيرنس، تداخل عباره عن unwanted radiation، اشعاع غير مرغوب فيه. اوكي ممكن يخرب لك الكوميونيكيشن سيستم كلياته وبطل في عندك كوميونيكيشن من اصلي. اوكي الكترومغناطيك كومباتيبلتي التوافق الكهرومغناطيسي حقيقه هو بتعلق انه تعمل ديزاين للسيستم تبعك للديفايس تبعتك عشان تقلل مشاكل الالكترومغناطيك انترفيرنس. اوكي فكل جهاز بتصنع سواء كان كمبيوتر سواء كان تليفون اي جهاز بيستخدم فيه انتنة فيه راديشن اوكي لازم يكون خاضع لرقابه مؤسسة معينة عشان يشوفوا الالكترومغناطيك كومباتيبل التطابق تبعه التوافق الكهرومغناطيسي تبعه، هذا الراديشن تبع اللي طالع من هذا الجهاز ضمن الحدود المعقولة، هل بيعمل تشويش على غيره؟ إذا بيعمل معناته بيكون غير موافق وبالعادة ما بيصلش لعند السوق، لازم يرجع للمصنع يحسنوا تصميم هذا الجهاز عشان تكون متوافق مع المعايير العالمية بهذا الموضوع. اوكي فاندامنتلز اوف انتنا راديشن، يعني خلينا نسال حالنا السؤال كيف الانتنا بتشتغل اصلا، يعني كيف هالدايبول وهالمونوبول بنغذيه
كيف بتحول هالفولتج والكرنت ل الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد، وبتطلع عندنا الالكتروماجنتيك ويف اللي هي الراديشن. اوكي فيري سمبل اكزامبل يعني مثل ما انتم شايفين جست يعني لانه يعني فاميليار معه. لو اخذت ترانسميشن لاين تو واير ترانسميشن لاين شباب تو واير ترانسميشن لاين اوبن اند طبعا اوبن اند ترانسميشن لاين شفتوا شباب من الايماك 2 لما يكون في عندنا اوبن اند اوبن اند يعني اللود هنا عباره عن انفينيتي بصير عندنا الستاندينج ويف باترن بحيث ان الفولتج والكرنت شكلهم مثل هيك مينيموم ماكسيموم مينيموم ماكسيموم. هاي الرسمه الموجوده عندكم شو رسمه الكرنت اوفر ذا ترانسميشن لاين كرنت ماجنيتو طبعا الابسولوت فاليو مثل ما انتم شايفين اكيد انه هون عندنا اوبن سيركت بنهايه الترانسميشن لاين الكرنت راح يكون قيمته صفر. بس اذا بعدته لورا مسافه لمدة على 4 لمدة اللي هي الويف لينكد شباب الويف لينك تبع الفولتج كرنت ويف الماشي على الترانسميشن لاين. اوكي يعني ما بدناش نرجع شباب نشرح كثير بالايماك 2 بالترانسميشن لاين المفروض انكم يعني ماخذينها قريبا. اوكي طبعا هون في سورس طبعا اكيد هون سموير في سورس بس هون مش فرجينكم جست جزء من الترانسميشن لاين. ففي عندنا سورس بيغذي على الترانسميشن لاين وهذا اوبن اند بالطرف النهائي راح يكون open end يعني zero current. بعدين إذا بعدنا لمدة على 4 بصير maximum ارجع كمان لمدة على 4 بصير minimum and so on. وبتكرر هذا البتر اللي بسموه standing wave pattern على طول transmission line. في عندنا pattern بيشبهه للفولتج بس في shift بيناته مقدار لمدة على 4 فالفولتج هون ببلش maximum عند open end بعدين بعد لمدة على 4 بصير minimum and so on. فهي معلومات يعني أتوقع بتعرفوها المسافة بين minimum minimum لمدة 2 بين ماكسيموم وماكسيموم لمدة 2 وبين مينيموم مثل هيك يعني شباب مينيموم وماكسيموم قبليها أو بعديها لمدة على 4. الآن هذا شباب الزد نوت هي الكاركترستيك امبيدنس اوف ذا ترانسميشن لاين. اوكي الآن هذول السلكين بالعادة بيكون صمها وقراب على بعض فالسلك هذا بيحمل تيار باتجاه مثل ما انتم شايفين هذا السهم افترضنا هذا الزد اكسس بيحمل الكرنت باتجاه البوزيتيف زد اكسس والكرنت مثل ما انتم شايفين لازم يرجع يعني بده كلوزد باث فبرجع بالسلك التحتاني ان ذا اذر دايركشن باتجاه النيجاتيف زد. فممكن نعتبر الترانسميشن لاين هذا التو واير عباره عن انتنة لانه هذا الكرنت يا شباب الكرنت هذا طبعا هون بنحكي اي سي يا شباب يعني للبدايه عشان من البدايه يعني تفهموا بالانتنة كل شغلنا اي سي ما في عندنا دي سي. اوكي الدي سي ما بتطلع الكتروماغنتيك ويف بتطلع ستاتيك فيلدز الكتريك او ماغنتيك فعشان تنشا موجه لازم نكون نحكي عن الدايناميك اللي هو الاي سي وبالذات ساينسويدال يعني كل شغلنا هون راح يكون ساينسويدال اكسايتيشن ما راح نحكي عن نون ساينسويدال سيجنلز. اوكي سو هون نحكي عن ساينسويدال. الان الكرنت اللي ماشي بهذا الاتجاه مثل ما بتعرفوا من امبيرز لو راح يكون حول السلك الفوقاني ماغنتيك فيلد AC magnetic field اوكي مثل حلقات والسلك التحتاني نفس الشيء راح يكون عنده magnetic field حسب قاعده اليمنى بنقدر نعرف وين الاتجاه تبعهم. اوكي الان مجرد ما كان في عندنا magnetic field ماكسويل اكويشن بتحكي انه لازم يكون معنا electric field يا فبقدر اطلع الالكتريك فيلد من الماجنتيك فيلد وبقدر اطلع الماجنتيك فيلد من الالكتريك فيلد. اوكي فمجرد ما تكونت الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد this is a wave اذا راح ينشا حول السلكين هذول الكتروماغنتيك ويف وهاي الويف بتصير تنتشر بالفراغ اوكي بسرعه معينه حسب الوسط اذا كان فري سبيس بتنتشر بسرعه الضوء 3 × 10^8. بس مثل ما انتم شايفين يا شباب اذا استخدمت السلكين هذول كانتنة عشان تبث راح تكون كفاءه الانتنة هاي قليله. ليش؟ لانه هذول السلكين يا شباب قرام من بعض والتيار بيكون فيهم عكس بعضهم البعض فكأنه الراديشن او الماجنتيك فيلد اللي طالع من هذا السلك بيلغي الماجنتيك فيلد طالع من هذا السلك لذلك الراديشن راح يكون ضعيف جدا فهي راح تكون نون افيشنت انتنا يعني الاوبن اند ترانسميشن لاين بهالشكل هذا راح يكون نون افيشنت ترانسميشن انتنا اتز ان انتنا بس نون افيشنت كفاءتها بالبث راح تكون قليله جدا. اوكي الآن بكل بساطة يا شباب ممكن نعمل تعديل بسيط على الترانسميشن لاين نخليها تصير إفشنت أنتنا اطلع شو عملنا يجينا على مسافة معينة من النهاية
اثنين السلك الفوقاني لفوق مثلا والسلك التحتاني لتحت، ظل ترانسميشن لاين اوبن اند بيطلع عندنا الشكل هذا شباب. فظل الكرنت عند النهاية لازم يكون صفر بعده لانه اوبن اند، فالكرنت اللي بيغذي بده يمشي هيك لان بده يكمل طريقه لفوق هون لانه اوبن اند لازم يكون صفر، ويرجع من السلك التحتاني اوكي بالاتجاه. الان اطلع يا شباب هون بالحاله الاولى كان تو كرنتس عكس بعضهم البعض اوفر اول ذا ترانسميشن لاين، على طول الترانسميشن لاين اوكي. بس لما نعملنا مثل هيك اثنين جزء لفوق وجزء لتحت اوكي، صحيح على الجزء هذا على ترانسميشن لاين الفيدنج لاين ظل التو كرنتس اوبوزيت، فلذلك الجزء الراديشن من هذا الجزء راح يكون ضعيف، بس على القطعه هاي والقطعه هاي اوكي صار الكرنت نفس الاتجاه، صار الكرنت بنفس الاتجاه، لذلك راح يطلع من هاي راديشن وراح يطلع من هاي راديشن. الان لانه الكرنت ان ذا سيم دايركشن راح يكون الماجنتيك فيلد الجمع تبعهم مش الطرح تبعهم، فهاي الانتنة اتس ا دايبول انتنة، هاي شكلها بصير دايبول لانه هذا الجزء وهذا الجزء دايبول، يعني اثنين شباب بول قطب طبعا اوكي ثنائي القطب اوكي، فبتشتغل كدايبول انتنة. وهاي بصير الان انتنة مشهوره جدا مستخدمه وبسيطه يعني جدا ومستخدم وكفاءه عالية جدا اوكي ماشي. اذا this is an non efficient antenna, this is an efficient antenna اوكي واضح يا شباب؟ معنا انتم يا شباب واضح دكتور. يعني رجاء اثناء الشرح اي نقطه بتشعروا انها مش واضحه اسالوني عنها بوقتها احسن. اذا انت بكل بساطه يا شباب ممكن تعمل ان انتنا دايبول انتنا انك تجيب ترانسميشن لاين وتثني الطرفين النهائيات تبعت اوبن اند طبعا ترانسميشن لاين. الان حسب وين بتثنيهم يا شباب يعني بيطلع عندك انواع مختلفه للدايبول، هاف ويف دايبول طوله كلياته لمده اثنين يعني، او مونوبول ربع لمده، او وان ويف لينك دايبول اوكي طوله لمده ان سو اون. فلو ثنيناه من هون من الـ من الـ من الـ من الوسط هون بالضبط من النقطه هاي، فالمسافه من هون مثل ما قلنا لك شباب من المينيمم لهون لمده على أربعة، فراح يكون طول القطعة هاي لمدة على أربعة وهاي طول القطعة لمدة على أربعة، أوفر أول راح يطلع طول القطعة لمدة على اثنين، ها بسموه هاف ويف دايبول، راح نمر عليه ونشرحه بالتفصيل هذا أوكي؟ هاف ويف دايبول. إذا ثنيت الترانسميشن لاين this wire at this point لفوق وهون نفس الإشي، فراح يكون طولها هاي لفوق لمدة على اثنين وهاي تحت لمدة على اثنين، الطول الكلي راح يكون لمدة كاملة سموها full wavelength dipole and so on. والcurrent distribution طبعا على الأنتنة بتبع من وين انت عامل bending للوير اوكي، هو بيجي من التوزيع الاصلي من الstanding wave، بس وين ثاني السلك باخذ نفس الdistribution على transmission line نفس distribution of the current اوكي. هاي مثلا another example كيف ممكن تعمل efficient antenna، الـ open end waveguide الـ rectangular waveguide اللي درسناه شباب EMAC 2 طبعا there is a source here واللي بتعمل electromagnetic wave propagation هون الـ TEMOS والـ TMOS اللي درستوهم. الآن بس تصل لعند الفتحة هاي نهاية بتطلع الموجة اوكي، بتطلع الموجة على الفراغ على الهواء، بس لأنه الآن الـ impedance تبعت الموجة داخل الـ waveguide تختلف اختلاف كلي عن الامبيدنس تبعت الموجة داخل الفري سبيس، بتعرفوا شباب هون في عندنا التي اي موز والتي ام موز والامبيدنس تبعتهم، وبرا عندنا الفري سبيس الامبيدنس تبعت الفري سبيس اللي 377 اوم، فراح يكون في انتقال مفاجئ للموجة بين وسط وسط اخر، فراح يكون هذا الانتقال بسبب انه ما تنتقل الموجة بشكل سلس يعني سموث، يكون في ماتشنج فجزء من الباور ويل بي ريفلكتد باك، لذلك هاي ما راح تشتغل كجود انتنا كافيشنت انتنا. الان لو اضفنا عليها التعديل طلعوا بالنهايه وسعنا الفتحه هاي بشكل مثل هيك، وسعناها كبرناها شويه ضمن مسافه معينه طول معين عشان نعمل هورن انتنا، هذا الهورن شباب اللي هو البوق او شغله مثل هيك اوكي. الان هاي الان بتصير افيشنت انتنا ليش؟ لانه الان عملنا سموث ترانزيشن
للموجه من داخل الويف جايد للفري سبيس. فهاي القطعة اللي هون شباب تعمل كأنها مثل ماتشينج سيركت بين الويف جايد وبين الفري سبيس. فهاي بصير الافيشنت انتنا، معظم الانيرجي معظم السيجنال اللي جاي هون حقيقة الباور والبي راديتد انتو ذا سبيس. اوكي، والامثلة كثير جدا طبعا، اوكي، بس هذول تيبيكال اكزامبلز على كيف انه بيكون نان افيشنت انتنا بتحولها بكل سهولة لصير افيشنت انتنا. اوكي، الان قبل ما نبلش ندرس بالكاركترستيك كيف نحسب الجين والدايركتيفيتي للانتنة والامبيدنس، لضل very important parameters يعني بهمونا، لازم نفهم كيف اصلا نقدر نحسب الراديشن اللي طالع من الانتنة. كيف هالكرنت هذا اللي بحطه على الانتنة او الشحنات اللي بحطها على الانتنة، اجين شباب هون بنحكي AC sinusoidal يعني، اوكي، بالذات sinusoidal AC، ما في عندنا DC، DC ما بطلع لنا ويف، ما بطلع لنا راديشن، بطلع ستاتيك فيلز اللي درستوها بإيماج 1 انتهينا منها. هون كله AC. اوكي، الان السؤال من نجاوب عليه الان، كيف الكرنت هذا اللي هون اللي ماشي على الانتنة، مثلا لو اخذنا دايبول مثلا وير، كيف هذا الكرنت؟ اوكي، له توزيع معين، طبعا توزيع معين as a function of z. اوكي، كيف كيف بدي اربطه مع الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد؟ كيف بدي اطلع الماجنتيك فيلد مثلا من هالكرنت هذا، وبعد ما اطلع الماجنتيك فيلد اطلع الالكتريك فيلد باستخدام ماكسويل اكويشن. اوكي، انتو بشابتر بالايماك 2 افترض انه في عندنا الكتروماجنتيك ويف بلين ويف مثلا، بس جاي سموير، بس هناك ما درسنا المصدر تبعها كيف تولدت. اوكي، كان الحكي هذا الشباب موجود بشابتر 13 بالكتاب، نفس الكتاب الايماج شباب ممكن تدرسوا منه. بس ما قدرناش نلحق يعني، بالعاده ما بنلحق الشابتر 13، وهون تقريبا احنا يعني ماشيين مع شابتر 13 بالكتاب اللي بده يراجع من الكتاب يعني. اوكي، نذكركم بعض المعادلات البسيطه يعني، هاي الكونتينيتي ايكويشن تربط لك الكرنت مع التشارج دنسيتي. اوكي، مبدا حفظ الشحنه بكل بساطه، انه الشحنه اذا تزيد وتنقص بده يكون في كرنت بالعمليه. اوكي، يعني بتزيد وتنقص ما عاد تتغير مع الزمن، معناته في عندنا كرنت فلو، اذا لا بتغيرش الشحنه مع الزمن ستاتيك معناته ما فيش كرنت. هاي بكل بساطه، فلما يكون عندك ستاتيك بتكون دايفرجنس اوف جي تساوي زيرو. الجي اللي الكرنت دنسيتي شباب، الكرنت دنسيتي الفوليوم كرنت دنسيتي اللي امبير لكل متر مربع. اوكي، والرو في اللي هي الفوليوم تشارج دنسيتي كولوم لكل متر مكعب. اوكي، وبتعرفوا شباب التعريف الاصلي للتيار اصلا شو، معدل تغير الشحنه بالنسبه للزمن، التيار اي تساوي دي كيو على دي تي. بس هذول هون شباب عبارة عن charge densities و volume current densities، فبأخذوا هذا الشكل. أوكي، طبعا إشارة الماينس ضرورية شباب عشان تفرجينا إنه الفلو of the current in أو out. أوكي، مناش نرجع يعني نحكي كثير عن الموضوع، حاضر المفروض إنه ندرس بإيماج 1 أو إيماج 2. أوكي، فالآن شباب إحنا المصادر الرئيسية للإلكتريك فيلد والماجنتيك فيلد مصدرين هم الكرنت والشحنات. اوكي، الكرنت والشحنات مثل ما درستوا بإيماج 1، اذا كان عندك شحنات كنتوا تحسبوا منها الالكتريك فيلد، اذا كان عندك كرنت كنتوا تحسبوا منها الماجنتيك فيلد. هناك بالستاتيك طبعا كان وجود الالكتريك فيلد لا يعني بالضروره وجود ماجنتيك فيلد. هذا الحكي الان بيختلف بالاي سي. اوكي، لما يكون في عندنا كرنت وتشارج تغير مع الزمن ساينوسويدل، مباشره راح يرافقهم الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد. يعني الكرنت لحاله ممكن يطلع لك الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد او الشحنه او بوث. اوكي، فاحنا حاطين لهم مع بعض هذول سورسز اللي ممكن يولدون الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد. اوكي، الان كيف بدي احسب الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد مباشره من السورسز؟ ممكن اعمل دايركت انتجريشن او دايركت سوليوشن اوف ماكسويل اكويشن
يعني اعمل انتجريشن من الالكتريك فيلد او الماجنتيك فيلد، احسبه من من الكرنت او الفوليوم شارج دنسيتي، وبالعاده هاي راح تكون فيري ديفيكلت، عمليه صعبه جدا حقيقه، بس مختصره بس صعبه جدا. اوكي، بالعاده ما بنسلك هذا الطريق احنا عشان نحسب الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد من الكرنت والشارج، نسلك طريق اطول شويه بس نوعا ما اسهل، بنروح على خطوه وسطيه انترميديت ستيب، بنحسب شيء يسموه البوتنشلز اللي هو الماجنتيك بوتنشل والسكيلر بوتنشل، الفيكتور ماجنتيك بوتنشل A والسكيلر بوتنشل V من الكرنت والشحنه. وبالعاده الطريق هذا حساب الانتجريشن راح يكون الانتجريشن نوعا ما اسهل من الانتجريشن بالطريقه هاي. اوكي، الان مجرد ما حصلنا على البوتنشلز بقدر احسب الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد بكل سهوله عن طريق الدفرنشيشن، يعني بعمل كيرل او دايفيرجنس، فحساب الدايفيرجنس او الكيرل او الدفرنشيشن ان جنرال بيكون سهل جدا. يعني بالمات يا شباب انك تحسب الديريفاتيف اسهل بكثير من انك تحسب الانتجريشن. اوكي، الانتجريشن بالعاده بيكون صعب، بس الديريفاتيف تحسب الديريف سواء وان فاريبل او مالتي فاريبل، يعني بارشل ديريفاتيف او اوريجينال ديريفاتيف نوت ا بروبلم. بالعاده حساب الديريفاتيف لاي فانكشن فيري سمبل، اخذنا الرولز تبعاته، الانتجريشن هو الصعب بالعاده. الان اذا مشيت بالطريقه هاي بيكون حساب الانتجريشن فيري ديفيكلت، اذا مشيت بالطريقه هاي صحيح طالت شويه بس بتكون الانتجريشن سمبل انتجريشن بالعاده، حسابه اسهل بكثير. فاحنا رايحين نسلك هاي الطريق، رايحين من السورسز تبعينا اللي هم سواء كرنت او شحنه حسب شو المعطي معنا، بروح اول شيء بطلع البوتنشال A و V، حقيقه بكفي حساب الA لانه الV مربوط مع الA بطريقه معينه، فبيهمناش كثير الV اللي هو البوتنشال السكيلر بوتنشال، نحسب بس الماجنتيك بوتنشال الفيكتور A. بعد ما نطلع الA نطلع الماجنتيك فيلد منه، وبعد ما نطلع الماجنتيك فيلد بنروح على ماكسويل اكويشن ديفرنشيشن نحسب الالكتريك فيلد. راح شوف يا شباب لما نحكي عن الراديشن منطقة بعيدة شوي عن الأنتنة بالفار فيلد بنسميها، راح يكون حساب الإلكتريك فيلد والماجنتيك فيلد نوعا ما سهل لأنه بيناتهم علاقة بسيطة مثل اللي بلين ويف بصيروا، مجرد ما حسبت الإلكتريك فيلد تقدر تحسب الماجنتيك فيلد، والعكس صحيح، العلاقة اللي بتربطهم مع بعض إنهم عموديات على بعض وعموديات على اتجاه البروبوجيشن، والإلكتريك فيلد ماجنتيد على الماجنتيك فيلد ماجنتيد بيكون له الفري سبيس إمبيدنس 377. أوكي، احنا مهتمين حقيقه بالفار فيلد، بالعاده لما نجي نحسب الراديشن للالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد بكون مهتم بالفار فيلد منطقه بعيده، وراح نشوف شو تعريف الفار فيلد، يعني قديش المسافه لازم اكون بعيد فيها عن الانتنة عشان اعتبر حالي بالفار فيلد، اقل منها بتكون انت بالنير فيلد ريجن. اوكي، هون شباب بذكركم بالإلكتروستاتيك فيلد، كيف العلاقة بين الإلكتريك فيلد والبوتنشل، وكيف تحسب البوتنشل من الشارج ديستريبيوشن. أوكي، وهاي بوسون إكويشن. أوكي ماشي، نفس الإشي بذكركم بالماجنيتوستاتيك فيلد وعلاقته مع الماجنتيك بوتنشل، ماجنتيك فيكتور بوتنشل A. أوكي، وهنا سكيلر بوتنشل V، إلكتريك سكيلر بوتنشال V، ماجنتكس. أوكي، أجين يا شباب العلاقة اللي تربطهم مع بعض إنه دائما الديفيرجنس سلبي صفر. أوكي، وفي عندنا ماثماتيكال ايدنتيتي فيكتور ايدنتيتي بتقول إنه الديفيرجنس للكير لألي فيكتور F صفر دائما، إذا الديفيرجنس سلبي صفر والديفيرجنس للكير لوف أني فيكتور F دائما صفر. فمن هون اوكي قلنا العاد خليني اكتب البي از كيرل اوف ان اوف ا فيكتور، يعني البي كيرل اوف ا فيكتور. الان لو اخذت الديفيرجنس لهي الكوانتيتي واتيفر ذا فيكتور اي دائما راح يطلع صفر، وهذا اللي شجعنا خلانا نكتب البي از كيرل اوف اي، والاي اللي بسموها الماجنتيك فيكتور بوتنشال. وكيف بحسب الاي؟ بحسبها من الكرنت دنسيتي الموجوده على الانتنة، اي تساوي هون طبعا بالستاتيك فيلد. اوكي، فهون كان شباب الالكتريك فيلد لحاله والماجنتيك فيلد لحاله، الشحنه تولد لك الكتريك فيلد ذاتس ات،
والكرنت هذا الدي سي كرنت يطلع لك ماجنتيك فيلد ذاتس ات. بالالكتروماجنتيك فيلدز يعني بالتايم دومين بالتايم فارينج فيلدز بالساينوسويدال كرنت فولتج وشحنات وهذا بيكون في عندنا موجودات البوث الاي والفي. اوكي فالبي بدك تحسبها كيرل اوف اي والاي تحسبها بالطريقه هاي ماينس جريدينت اوف في ناقص بارشل اي بارشل تي. اوكي بس في علاقه بتربطهم مع بعض. اوكي قلنا لكم شباب فيش داعي اني احسب الفي والاي، راح شوفوا انه بس بنحسب الاي حقيقه احنا، وبعد ما احسب الاي بحسب الماجنتيك فلكس دنسيتي بي. طبعا البي شباب هنا ميو في اتش، ميو في اتش، ميو اللي هي البيرميبيليتي والاتش اللي هو الماجنتيك فيلد. مجرد ما عرفت الماجنتيك فيلد اتش بقدر ارجع على ماكسويل اكويشن احسب الالكتريك فيلد مثل ما راح تشوفوا. اوكي اوكي طلع كيف تعدلت بحالة التايم دومين حالة الفارينج فيلد. اوكي كانت طلع كيف العلاقة الأصلية للستاتيك في كان عندها بس دل سكويرد في تساوي ناقص رو في على إبسلون، دل سكويرد في تساوي ناقص رو في على إبسلون، ودل سكويرد اي تساوي ماينس ميو في جي، جي الكرنت دنسيتي. الآن هاي بالستاتيك، حالة الـ AC Time Varying Dynamic Fields اتعدلت الإكواجين دل سكويرد V V S شباب يعني الفيزر، الآن نحكي عنها يعني بالفيزر دومين مش بالتايم دومين. فلما يكون عندك السيجنال ساينوسويدل شفنا يا شباب انه نتعامل معها بالفيزر دومين مش بالتايم دومين، أسهل بالفيزر دومين. بعدين بعد ما تخلص حالة تقدر ترجعها على التايم دومين very simple. دل سكويرد V زائد K تربيع الـ K اللي هو Propagation Constant، Propagation Constant K تربيع V يساوي ناقص رو V على إبسلون. نفس الشيء دل سكويرد اي زائد كي تربيع اي تساوي ماينس ميو في جي كي اجين للبروباجيشن. هذول بسمون الويف ايكويشن شباب. الان صار في عندنا ويف، الويف ايكويشن، الويف ايكويشن. اوكي كيف تحسب منها الفي والاي باستخدام جنرال انتجريشنز هذول. اوكي طبعا احنا حاطينها كفوليوم انتجرال، فوليوم انتجرال الصيغه العامه كلش، بس ممكن تكون هي سيرفيس او لاين انتجرال حسب نوع الشحنه والكرنت. فلو كانت عندنا لاين تشارج، لو كانت الشحنه لاين تشارج حقيقه موزعه على لاين، فهذا الانتجريشن بتحول بصير عندنا لاين انتجريشن. لو كانت سيرفيس تشارج بصير سيرفيس انتجرال. والجنرال كيس لما يكون فوليوم، فاحنا يعني كاتبين رو في بس لا يعني انه لازم تكون رو في، حسب الديستريبيوشن الموجود على على الانتنه نفسها. نفس الشيء الكرنت، اوكي حاطينه بالصيغه العامه الجي اللي هي الفوليوم كرنت، ممكن يكون سيرفيس كرنت، ممكن يكون لاين كرنت. احنا هون حقيقه راح نشوف يا شباب بالسكشن هذا تبع الانتنة، البارت تبع الانتنة رايحين بس نهتم باللاين كرنت ديستريبيوشن فقط لا غير، ما رايحين ناخذ سيرفيس ولا راح ناخذ فوليوم. اوكي فبس هاي جنرال نوتيشن اوكي عشان تعبر على الصيغه العامه جنرال كيس. بس الجي حسب وات ايفر، إذا كان line current بصير هاي I of R prime. الآن ال R وال R prime يا شباب هاي notation بتستخدم التعبير عن النقطة اللي بدنا نحسب عندها الإلكتريك فيلد والماجنتيك فيلد أو ال A وال V من ال origin لعند النقطة المشاهدة نرمز لها بالرمز R اللي هو ال position vector R. من ال origin لعند أي نقطة على ال source سواء شحنة أو current نرمز لها بال R prime. ومهم نحسب المسافة اللي هي ال R ناقص R prime اللي هي الفيكتور هذا شباب. اوكي فبحسابهم بنعوض بالإكويشن هذول وبنتكمل عملية الانتجريشن عشان اطلع الفي والاي at any point. مجرد ما حسبت الفي والاي at any point بقدر استخدم الإكويشن هذول مثل ما تشايفين شباب عشان احسب الماجنتيك فيلد والإلكتريك فيلد. بالعادة شباب هذا الانتجريشن هذا او هذا بالعادة حسابه اسهل بكثير من ما نروح نعمل دايركت انتجريشن حسب الطريقه هاي مثل ما قلنا لكم هيك من الكرنت والشحنه نحسب الاي والاتش فيري ديفيكلت. بس اذا مشينا بالطريقه هاي نسبيا بتكون اسهل شويه. اوكي
الآن قلنا لكم شباب ما في داعي يحسب الـ A والـ V لأنه في بيناتهم رابط تربطهم مع بعض البعض، بكفي إنك تحسب الـ A تقدر تطلع منها الـ V حقيقة. الرابط اللي بربطهم مع بعض هو العلاقة هاي شباب. بعدها عشان ندخل بالتفاصيل لورنس جيج ديتيلز ما فهمناش كثير شباب، بس بالتايم هارمونيك فيز للساينوسويدال سيجنالز يعني اللي رايحين احنا مهتمين فيهم هون راح تكون تطلع الفي من الاي باستخدام العلاقه هاي. فانت اذا بتعرف الاي الماجنتيك فيكتور بوتنشال اذا بتعرفه باستخدام الريليشن هاي تقدر تحسب الفي باستخدام الايكويشن هاي ناقص واحد على جي اوميجا ميو ابسيلون في الدايفيرجنس اوف اي. اوكي الدايفيرجنس اوف اي. ف بالصفي عندنا يعني هاي طلعنا الفي دلاله الاي، بالصفي عندنا حساب الماجنتيك فيلد والالكتريك فيلد بقدر كلياتهم احسبهم بدلاله الاي لحالها. اوكي بي تساوي كيرل اوف اي. طبعا اجين شباب هاي الاس شباب اضافه الاس هون عشان تعبر بس انه بنحكي عن الفيزر دومين، احنا الان بالفيزر دومين واضح جدا بالفيزر دومين انه في عندنا كومبلكس. اوكي بعد ما تخلص حساب وتطلع كل شيء تنتهي تقدر ترجع للتايم دومين مثل ما تعلمنا اجين بايماك 2 تحويل بين التايم والفيزر والفيزر والتايم فيري سمبل بروسيجر. الان مجرد ما حسبت ال A تقدر تحسب الماجنتيك فيلد والالكتريك فيلد باستخدام المعادلات هذول. اوكي فلذلك إن حقيقة ما في داعي نحسب الماجنتيك سكيلر بوتنشال الالكتريك سكيلر بوتنشال في، بس راح نحسب الماجنتيك فيكتور بوتنشال A اللي بيعتمد على الكرنت ديستريبيوشن اوفر ذا انترنت. هذول شباب يعني حتى لو كانوا فيهم مثل هيك يعني جريدينت اوف ذا ديفيرجنس ستيل هذول عبارة عن ماثيماتيكال اوبريشنز ديريفاتيفز كلياتهم، وفي صيغ للديفيرجنس وللجريدينت بالكوردينيت سيستم الثلاثه الريكتانجولر والسلندريكال والسفيريكال. هون شباب الان راح شوفوا شباب انه الان بسبب طبيعه الراديشن راح يبث بجميع الاتجاهات الكوردينيت سيستم المناسب نستخدمه حقيقه اللي هو السفيريكال كوردينيت سيستم، فراحين نضطر هون شباب نستخدم السفيريكال كوردينيت سيستم اللي مفروض انه شرحتوه بالشباتر الاولانيه بايماج 1 لما اخذت الكوردينيت سيستمز. One of the coordinate system is the spherical coordinate system اللي هو ال variables تبعيني بكونوا ال r والثيتا والفاي. اوكي again هون بسبب الجيومتري تبعت الانتنة وطبيعة البث منها in the space راحين again هون شباب نستخدم ال spherical coordinate system. اوكي اذا اول شيء بحسب ال a ممكن تكون باي شكل يا شباب، ممكن تكون rectangular cylindrical whatever. مجرد ما حسبت ال a بحولها للسفيريكال كوردينيت، مجرد ما حررت السفيريكال كوردينيت بطلع منها البي باستخدام العلاقة هاي كيرل اوف اي، ومجرد ما عرفت الاي بقدر احسب الالكتريك فيلد. طبعا هاي وان واي انك تحسب الالكتريك فيلد بالطريقة هاي ستريت فورورد يعني، بس او تقدر ترجع لماكسويل اكويجن الكيرل ماكسويل اكويجن شباب تقدر تحسب الاي من الاتش، الاي تقدر تحسبها من الاتش. اوكي او تستخدم العلاقه هاي واتفر. اوكي الكير الان بدك تروح تشوف شو علاقه الكير بالسلندريك بالسفيريكال كوردينيت وتطبق العلاقه هاي. اجين شباب احنا رايحين نحتفظ بس بالتيرمز اللي بيكونوا بالفار فيلد، احنا مهتمين قلنا لكم بالراديشن بالفار فيلد، فلما احسب الكوانتيتي راح فيها يطلع فيها ترمات كثير معظمهم راح اختصرهم والغيهم لانه بيهموناش، هذول بيعبروا عن النير فيلد تقول قيمته بالصفر، بالفار فيلد طبعا بالفار فيلد راح يكون قيمتهم صفر فراح نلغيهم كلياتهم. الان خلينا ناخذ سمبل اكزامبل نشوف كيف بنعمل هاي البروسيجر هاي، كيف بحسب الراديشن من سمبل انتنا اليمنتري انتنا بيسك انتنا يعني. اوكي بحسب من اول شيء الماجنتيك فيكتور بوتنشال اي، بعد ما احسب الماجنتيك فيكتور بوتنشال اي بحسب البي، وبعدين بكمل بحسب الـ E اللي هو الإلكتريك فيلد. فخلينا ناخذ اللي هو الهيرزن دايبول أو الانفينتسيمال كرنت إليمنت عبارة عن سلك يعني ممكن تخيلوه نحيف جدا. أوكي
نفترض انه موجود هذا السلك على الزد اكسس جاست سمبل اكزامبل يعني اوكي وطوله هذا السلك كلياته دلتا ال فيري سمول اوكي انفينتسيمال يعني فيري سمول فيري شورت اوكي نفترض انه ممتد على طول الزد اكسس من ناقص دلتا ال على 2 لعند دلتا ال على 2 يعني الاوريجين السنتر تبعه اللي هو الاوريجين وعليه كرنت يونيفورم كرنت اي اوف زد برايم تساوي اي نوت باتجاه الزد اجينا شباب مثل ما انتم شايفين استخدمنا النوتيشن البرايم عشان تعبر عن البوينت اوفر ذا سورس والان برايم تعبر عن النقطه اللي بدنا نحسب عندنا اللي هي الفيلد بوينت لان البرايم للسورس بوينت والان برايم للفيلد بوينت اوكي ف بسفيريكال كوردينات مثل ما بتعرفوا شباب في عندنا الفاريبلز اللي هم الار والثيتا والفاي ان شاء الله ما تكونوا ناسيين شو هم الار والثيتا والفاي الار اللي هي المسافه من الاوريجين لعند نقطه المشاهده كماجنيتيود طبعا هون كفكتور طبعا الثيتا الزاويه اللي بيعملها الار مع البوزيتيف زد اكسس والفاي الزاويه اللي بيعملها اسقاط الار على الاكس واي بلين اللي هو الخط المقطع هذا شباب مع البوزيتيف اكس اكسس اوكي اذن هاي الزاويه فاي من 0 ل 2 باي الزاويه ثيتا من 0 ل 180 والار من 0 ل انفينيتي المسافه اذن هاي الجيومتري والكرنت راح نفترض انه يونيفورم يعني قيمته على السلك هذا من بدايته لنهايته ثابته مش دي سي يا شباب انتبهوا انا يونيفورم يعني as a function of z مش as a function of time as a function of time بتكون i not cosine omega t بالtime domain i not cosine omega t بس as a function of z بضل قيمته i not عند اي نقطة على طول السيليكا فبسموه uniform current density okay not dc current density فالآن very simple geometry هاي very simple antenna مثل ما انتم شايفين وبدنا نحسب الراديشن بدنا نحسب الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد اللي بيطلع من هاي الانتنة. Again the procedure يا شباب مثل ما انتم شايفين بدي اول شيء احسب الماجنتيك فيكتور بوتنشال A راح يطلع بالريكتانجلر كوردينيتس اول شيء باتجاه Z وبعدين احوله لسفيريكال كوردينيتس بعد ما احول لسفيريكال كوردينيتس اطبق العلاقتين هذول عشان احسب منه الماجنتيك فيلد والالكتريك فيلد. قبل ما نبلش حدا عنده استفسار شباب؟ واضح اوكي النوتيشن يا شباب مثل ما انتم شايفين اكيد يعني بيلزمنا المسافه الفيكتور بوزيشن فيكتور ار من الاوريجين لعند النقطه هاي بدنا نحسب عندها اني وير هاي اني وير اراوند انتنا اني وير فروم ذا سورس فروم ذا اوريجين تو اني بوينت اون ذا سورس الفيكتور R برايم طبعا ال R برايم راح تكون نفس الزد برايم A Z هنا والمسافة اللي بتهمنا حقيقة من السورس بوينت للفيلد بوينت اللي هي R كابيتال اللي هي R ناقص R برايم اوكي R ناقص R برايم اوكي طبعا امتى بنعتبر هذا انفينتسيمال كرنت اللي يعني فيري شورت لما يكون طوله دلتا L اقل بكثير من الويف لينك اللي شغالين عليه اوكي فلو كان الويف لينك مثلا 1 متر مثلا فممكن اعتبر هذا السلك انفينتسيمال دايبول اذا كان طول دلتا ال اقل من 10 لمدا اوكي اقل من 10 لمدا ممكن اعتبره فيري شورت دايبول او انفينتسيمال دايبول طبعا تسميات مختلفه اليمنتري دايبول اليمنتري انتنا هيرزن دايبول اوكي كلها هاي ذا سيم مينينج هاي كرنت ديستريبيوشن عليه شباب مثل ما انتم شايفين فروم ماينس دلتا ال على 2 لدلتا ال على 2 الكرنت بضله يونيفورم ما بتغير از فانكشن اوف زد اي نوت اجين شباب ات از نوت دي سي فهذا بالفيزر دومين بكون اي نوت بالتايم دومين شو بكون بكون اي نوت كوساين اوميجا تي اوميجا اللي الفريكوانسي الريدن فريكوانسي اللي شغالين عليها اوكي okay.
الان كيف بدك تحسب الراديشن؟ قلنا لكم شباب بدك تحسب اول شيء الفيكتور اي الماجنتيك فيكتور اي الجنرال ايكويشن له بالشكل ها. بس هون حقيقه المثال ها لانه ماخذين لاين كرنت لاين كرنت مش سيرفيس ولا فوليوم عندنا اي لاين كرنت فالانتجريشن راح يتحول لاين انتجرال على طول السلك اوكي. فبعض التعديلات الدي في برايم بتتحول تصير دي ال اللي هي للمثال هذا لانه السلك موجود على طول الزد اكس راح تكون دي زد برايم والزد برايم تتغير مثل ما انتم شايفين من ناقص دلتا ال على 2 لدلتا ال على 2 الجي راح يصير اي وتساوي اي نوت اي زد الار شباب بسفيريكال كوردينيت دلاله الاكس والواي والزد اللي هي ار اي ار ولو رجعتوها للريكتانجلر كوردينيت راح تكون ار ساين ثيتا كوساين فاي اي اكس ار ساين ثيتا ساين فاي اي واي زائد ار كوساين ثيتا اي زد. رجعنا شباب اللي ناس التحويلات هاي يعني يرجع لشابتر 2 بالايماج 1 راح يشوف كيف نحول من ريكتانجلر لسفيريكال سيلندريكال مراجعه بسيطه يعني اوكي. الار برايم اللي هي من الاوريجين لعند السورس والسورس كلها موجود على الزد فبصير تساوي زد برايم اي زد. ناو ذا ديستانس ار تلزمنا هون بالحساب هون شباب اللي هي بالمقام هذا في عندنا الار ناقص ار برايم اللي هي الكابيتال ار بدك تحسب الماجنيتود هالفيكتور هذا اوكي. فيكتور شباب عادي كيف تحسب الماجنيتود تبعه؟ تاخذ الاكس كومبوننت تربيع زائد الواي كومبوننت تربيع زائد الزد كومبوننت تربيع تحت الجذر وتبسطوا الاكسبريشن هذا. في بعض الشغلات راح تختصر يعني تنجمع مع بعض كوساين تربيع زائد ساين تربيع بتعطيك واحد اند سو اون. فرجاء يعني جو ثرو ات very simple procedure very simple step go through it وراح تطلع لكم النتيجة النهائية بالشكل هذا اللي هو r تربيع ناقص 2 r z prime cosine theta زائد z prime تربيع under the square root اللي قاعدة الكوساين رول الشباب. يعني هون نرجع للجيومتري هاي في عندكم مثلث مكون من الضلع هذا والضلع هذا والضلع هذا. هذا الضلع طوله r وهذا الضلع طوله R برايم اللي هي Z برايم بدنا طول الضلع هذا هذا الضلع وهذا الضلع بيناتهم زاوية مقدارها ثيتا. فالكوساين رول بتعرف وشباب إذا كان عندك مثلث ضلعين معروفات والزاوية بيناتهم معروفة بتقدر تطلع طول الضلع الثالث حسب القاعدة المشهورة اللي هي تحت الجذر الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع ناقص 2 في الضلع الأول في الضلع الثاني في كوساين الزاوية بيناتهم exactly the same. هون النتيجة النهائية أيها الضلع الأول اللي هو R تربيع الضلع الثاني اللي هو Z برايم تربيع ناقص 2 R Z برايم كوساين ثيتا under the square root okay. الآن شباب قلنا لكم شباب إحنا مهتمين بالراديشن بالفار فيلد. كيف يعني بالفار فيلد؟ يعني إحنا الآن بدي أحسب الإلكتريك فيلد والماجنتيك فيلد عند نقطة بالسبيس تكون المسافة R هاي شايفينها أكبر بكثير من أبعاد الأنتنة نفسها. فلو كانت الأنتنة هاي مثلا أبعد طول إلها مثلا 1 متر إذا كنت أنت الآر مثلا 10 متر ممكن نعتبر حالنا بالفار فيلد بعيدين جدا أوكي. فراح نفترض هو الشباب again the same عشان نبسط الإكسبريشن هذا شوية راح نفترض أنه الآر أكبر بكثير من زد برايم وطبعا الزد برايم أصلا محصورة بين ناقص دلتا ال على 2 ودلتا ال على 2 أوكي. الآن إذا كان هذا الحكي صحيح هون شباب بقدر أعمل approximation. أول إشي بقدر ألغي الزد برايم تربيع من هون لأنها راح تكون أكيد أصغر من الترم هذا والترم هذا okay. under this condition R أكبر بكثير من زد برايم فبنعمل approximation بسيط طيرنا الترم هذا okay. فصارت approximate equals R تربيع ناقص 2 R زد برايم كوساين ثيتا under square root again طلع ال r عامل مشترك لبرا طلعها برا السكوير روت بتصير شكلها مثل هيك 1 ناقص 2 زد برايم على r كوساين ثيتا again شباب بدي اعمل ابروكسيميشن ثاني هون شايفينه صار عندي داخل الجذر تحت الجذر يعني هون
كأنها واحد ناقص إكس، والإكس هي أقل بكثير من واحد، واضح جدا أنها أقل بكثير لأن الكوساين أكبر قيمة لواحد والآر أكبر بكثير من زد برايم، فهذا التيرم شباب أقل بكثير من واحد، هذا التيرم أقل بكثير من واحد، فأقدر أعمل عليه أبروكسيميشن ثاني يسموه الباينوميال أبروكسيميشن. الباينوميال أبروكسيميشن اللي هو من هون جاي من الباينوميال سيريز، إنه إذا كان عندك واحد ناقص إكس بتفكه يا شباب as in general هاي واحد ناقص إكس على اثنين ناقص إكس تربيع على ثمانية and so on. فلما تكون الإكس قليل جدا أقل بكثير من واحد طلعوا التيرمات الثانية بصير قاعد يعني تربيع بصير أصغر وأصغر، تكعيب بصير أصغر وأكثر، فبقدر نتلغي كل الحدود من سكوير من التربيع وطالع كلياتها نطيرهن، شو بضل عندك واحد ناقص إكس على اثنين، هاي الباينوميال أبروكسيميشن. أوكي، فأنا بدي أحتفظ بس بأول تيرمين اللي هو واحد ناقص إكس على اثنين. الإكس شباب هي نفسها اثنين زد برايم على آر كوساين ثيتا هون عندنا، فلو استخدمنا هذا الأبروكسيميشن الصيف عندنا الار ابروكسيميتلي ايكوالز، طبعا بعد ما ضربت بار دخلته هون بالورق، بعد ما عملت الابروكسيميشن ضربته بار بصفي عندنا الار كابيتال يساوي ابروكسيميتلي ار ناقص زد برايم كوساين ثيتا، ار ناقص زد برايم كوساين ثيتا. الان بروح على ما عملت هذا كلياته شباب، بروح على الايكويشن هاي بعوض كل التيرمات اللي معي، صفي عندنا الانتجريشن as follows a equals طبعا بعمل approximately بعد ما عملنا الابروكسيميشنز ميو على 4 باي ناقص دلتا على 2 لدلتا على 2 i not az على r ناقص z برايم كوساين ثيتا في exponential minus jk في r ناقص z برايم كوساين ثيتا دي z. الk شباب اللي هو propagation constant، البروباجيشن كونستنت اللي اوميجا في جذر ميو ابسلون، كل بساطه اوميجا في جذر الميو ابسلون، فاذا كان الانتنه موجوده بالفري سبيس بصفي هاي اوميجا على سي، اوميجا على سي اوميجا اللي الراديان فريكوانسي والسي اللي سرعه الضوء. اوكي، فلازم نحسب الانتجريشن هذا دي زد برايم، فكل شيء مالوش علاقه بالدي زد برايم بقدر اطلعه برا وبضل عندنا الانتجريشن بدلت الدي زد برايم. اوكي، فخلينا نوقف هون يا شباب، مرة جاي نكمل كيف عم دعمل هذا الانتجريشن، بدي رد عمل عليه كمان another approximation عشان اقدر اطلع الانتجريشن، اذا ظليت مثل هيك ما راح اقدر اكمل الانتجريشن، very difficult راح يكون. المرة الجاية راح نعمل another valid approximation ونكمل حساب الانتجريشن. اوكي، بس خلينا نوقف هون شباب، ناخذ حضور غياب